بدأت مساء السبت فعاليات معرض 2020 لرواد الأعمال، والذي تستمر فعالياته حتى 17 من يونيو الجاري في مركز 2020 لريادة الأعمال بالشارقة، بدعم من مجلس سيدات أعمال الشارقة ومركز الشارقة لريادة الأعمال شراع. بدعم من مجلس سيدات أعمال الشارقة ومركز الشارقة لريادة الأعمال شراع، انطلقت فعاليات معرض 2020 الأول من نوعه في إمارة الشارقة، والذي يدعم قطاع المشاريع المبتكرة والجديدة. اجت فكرة المعرض بهمة شباب مواطنين إماراتيين بدأوا هذا المشروع. صاحب المعرض أو صاحب المنتج ما عليه إلا يجيب المنتج يعرضه، باقي التجهيزات كلها نحن نرتب لي اياها من الستاند الموجود، من منصه العرض الموجوده، من التسهيلات الموجوده، حتى الدعايه والاعلان نحن نوفر لي اياها من خلال مواقعنا او من خلال تواصلنا في المجتمع. ويدعم المعرض فرص الاعمال والافكار المتجدده امام الشباب الاماراتي، ويقدم مجموعه من التسهيلات ومرافق بيئه الاعمال المناسبه لمشاريعهم التي تلائم امكانياتهم الماديه للترويج والتسويق للسلع والخدمات التي يقدمونها، بالاضافه الى تمكين المراه ودعم مشاريعها في جميع المجالات. نحن مشاركين في المعرض هنا مشاركين، عيبتنا فكرة المعرض. المعرض فريد من نوعه صراحة، وفكرة جديدة ومشروع وطني. طبعا بما أني مصممة عبايات في جلابيات، حبيت أشارك في هذا المعرض عشان أعرض تصاميمي في إمارة الشارجة، عشان الكل يشوفها طبعا من إمارة دبي، الزوار لإمارة دبي وبوظبي والإمارات المجاورة. ويعتزم مركز أعمال 2020 لرواد الأعمال إطلاق الدورة الثانية من المعرض خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن يصبح المعرض دائما وعلى مدار العام، وسيتم تغيير قائمة المشاركين في الحدث كل 3 أشهر حتى تتاح الفرصة للجميع المشاركة والاستفادة.